بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في الفيديو المقدمه للاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل المصري الجديد سفينكس. تمام، هنتكلم ان شاء الله عن اباوت انستراكتور، هتكلم عن نفسي ان شاء الله، هعرفكم بيا، وهنتكلم على نظام التشغيل ده، ناخد عنه اوفر فيو ونعمله داونلود، وبعد كده نبدا نعمله انستليشن، يعني نعمله ديبلوينج، ونشوف شكله بيبقى ايه، والديسكتوب الكونتنت بتاعته هيبقى فيها ايه، ونشوف المانجمنت بتاعته. طيب انا اعرفكم بيا، اسمي مؤمن هاني محمد، انا سينيور سيستم انجينير في جامعه رساله، انا شغال مايكروسوفت ترينر ولينكس ترينر وسكيورتي وهاكينج في اي اس اي اكاديمي، وفي بعض الادوكيشن سنتر التانية دي، بعض السيرتيفيكيشن اللي هي اللي معايا، سواء منها حاجات في مايكروسوفت، حاجات في سكيورتي، حاجات في لينكس او في يونكس. تمام، ده الكونتاكت بتاعتي، الفيسبوك او رقم التليفون لو حد عنده استفسار ان شاء الله يعني اجاوب عليه. طيب سفينكس ده باختصار كده قصته ايه؟ احنا عندنا الحكومة المصرية قال لك احنا عايزين ندفع 42 مليون جنيه عشان نشتري اوبريتنج سيستم للاجهزة الحكومية. يعني انت بتخش كده اي مصلحة حكومية، في شوية اجهزة، و الاجهزه العاديه دي خالص احنا عايزين نشتري لها ويندوز. طيب ماشي كويس، مفيش مشكله، بس الويندوز ده يعني حرام تدفع فيه 42 مليون جنيه، او على ما اظن 42 مليون دولار، مش متذكر، بس مهما كان 42 مليون جنيه كتير جدا برضه. انت لو جديت يعني، معلش، اديت نص مليون جنيه لشركه محترمه، ولا طلع معايا نظام تشغيل يبقى المينيمم ريكويرمنت بتاعته على قد الاجهزه اللي عندي، وشغال الدنيا بشكل كويس وبيبقى سكيورد وكل حاجه، هيعمله لك، مش الدنيا مش صعبه قوي. ففي مجموعه من الشباب كده كويسين، ربنا يبارك لهم، يعني عملوا نظام تشغيل، هو مصري، هو يعني فكرته هم خدوه في عندنا في لينكس، هو بيزد لينكس. يعني انت عندك الاوبريتنج سيستم، تيجي تقول نظام تشغيل للجهاز، ممكن يبقى نظام تشغيل للموبايل، ممكن يبقى نظام تشغيل للبي سي بتاعك، تمام، ممكن يبقى نظام تشغيل لسيرفر، انت جايب سيرفر بتشغله. فهم بدأوا خدوا من لينكس نسخة اسمها ديبيان، دي ديستريبيوشن معينة كده شغالة، مثلا لو حد يسمع عن حاجة اسمها ريد هات، اوبونتو دي مشهورة جدا، في دورة مثلا، ففي حاجة اسمها ايه ديبيان، هم بدأوا ياخدوا ديبيان عشان الابليكيشن اللي فيها كويسة وكده، فبدأوا ولينكس يا شباب بتشتغل بحاجة اسمها اوبن سورس. يعني ايه اوبن سورس؟ يعني النسخة اللي عملها الشخص اللي عمل الكود بتاعها، تمام، عمله فور فري، يعني ما قالش لا ده انا هبيع البرنامج ده بعد كده، خلاص، يعني ما قالش ايه لا ده في حقوق ملكيه وهكذا، او حقوق ملكيه ان هو ينسب الامر اليه، يعني انا صاحب مثلا البرودكت الفلاني، بس انا عامله فري، فانت طبيعي انت خدته وبتشتغل فيه السورس الكود بتاعه فري، فانت من حقك تعدل فيه، بس لازم تنسب ان اللي عد انت خدته من مين. يعني انا مثلا سي عملت برنامج مثلا ماسنجر، فانا كاتب ان هو بتاع مؤمن، فانت خدته وعدلت فيه واشتغلت بيه وهكذا، خلاص، بس لازم انا اكون سامح لك اصلا ان انت تعدد فيه، يعني لازم انا اكون ايه قايل ده اوبن، مفتوح للجميع، السورس بتاعه، السورس كود بتاعه مفتوح للجميع، ان هو ممكن ياخده يعدل فيه ويشتغل فيه وهكذا، مفيش مشكله. بس هتنسبه لمين في الاخر؟ مش تنسب عملك، لا، انت تنسب ان السورس كود بالحاله الفلانيه كانت بتاعت مؤمن، بس انا خدته وعدلت فيه، حتى لو ما كانش بيعرف يعمل اي حاجه، فقط ان هو عارف يعمله وخلاص، بس دي بتبقى حقوق ملكيه. فانت ايه، ففي عندك اصلا كان في نظام اسمه الجينو، الجينو ده كان من ايام يعني من اول لما بداوا يعملوا يونكس وكده والفري بي اس دي، فكان في نظام اسمه الجينو، واحد عامله اسمه ريتشارد ستيلمنت، ده كان بيشتغل عليه وكده، وبدات كل شركه بتاخد النظام ده تبدا تعدل فيه، وتعمل لها اوبريتنج سيستم خاص بيها، اي بي ام، كل شركه، حتى ابل ماكنتوش، دي الاوبريتنج سيستم اللي بيشتغلوا بيه هو برضه بيزد يونكس. بعد كده اليونكس بدات تتطور شويه، بقى كل شركه بتاخد الكود بتعمل بيه ايه، بعد ما تاخد هذا الكود بيعملوه هما بقى، بيظبطوه، بس بيبيعوه، بيحتكروه بعد كده، وبعد كده لما يجي ينزلوه في السوق ينزلوه ومش مسموح لحد ان هو يعدل فين في الكود بعد هما ما طوروا فيه. فبالتالي كل واحد عشان يجي يابديت نفسه ويشتغل على النظام دوت لازم يبدا من الاول خالص، لان هو مش ملوش حق، ان هو ملوش بريفليج ان هو ايه يشتغل عليه. فطلع شخص اسمه لينوس ترافولس، ده اخذ الكود
تقريبا ما اعتقد ده في التسعينيات تقريبا، اخذ الكود بقى بتاع اليونكس دوت وبدأ يعدل فيه، وعملوا فري لكل الناس كلها، بقت من حقها تاخد هذا الكود وبتبدأ تعدل ايه، تاخدوا الكيرنل، حاجة اسمها الكيرنل، ويعدلوا فيه مفيش مشاكل خالص، بس طوروا شغلوا بحاجة اسمها المالتي تاسكينج. المالتي تاسكينج دي يا شباب يعني انا اقدر اشغل اكتر من حاجة في نفس الوقت. يعني هل انت ينفع تشغل مثلا ال ام بي 3 فقط وما تشغلش مثلا الانترنت؟ لا، انت حاليا بتشوف كل الكلام ده. زمان كنت تقدر تشغل يوني تاسك، يعني حاجة واحدة بس. دلوقتي ممكن تشغل مالتي تاسكينج، وبيخليك اكتر السي بي يو البروسيسور بتاعك بقى اسرع دلوقتي. يعني بناء على التكنولوجي دي بقى في تكنولوجي تانية استوحت منها ان احنا ازاي نطور البروسيسورز، المعالجات عندنا، تمام كده. منها بقى من لينوس دوت لما عمل لينكس جت منه، يعني بدأ يبقى بقى في ايه، بقى في بقى عندنا اكتر من اوبريتنج، اكتر من شركة ريد هات، ديبيان، مش عارف ايه، فيدورا، سنتوس، كتير جدا، اوبونتو، اخدوا كل واحدة من دي خدت الكود ده وبدأت تعدل فيه وتحط عليها ايه اسمها. بس في الاخر معروف ان لينكس ده بتاع مين، ها، مين اللي عدله؟ تاريخ حياته موجود، معروف ان هو كان يونكس الاول، او كان فيه اللي هي الام اي تي انستيتيوت والبيل لابس والام اي تي وهكذا، لما هما اتحدوا وعملوا يونكس، وبعد كده انفصلوا وطلعوا حاجه اسمها اليونكس وهكذا، ماشي، اليونيك بالسي اس، وبعد كده يونكس، بعد كده اليونكس دوت بدأت في شركات تاخده تحتكره تعدل فيه وتحطه باسمها، ولما تيجي تدي للناس تقول له ده بفلوس وما ينفعش تعدل فيه، ده بتاعي انا بس اللي هابديت فيه. بعد كده طلع لينوس دوت، اخد الكود ده كيرنل ده وبدأ يعدل فيه، عمل لك حاجه اسمها الايه، اللينكس. واللينكس بس عملوا ايه، حط عليه بوليسي، ماشي، حط عليه ايه، بوليسي جي بي ال. الجي بي ال دي بوليسي بتتكلم في ان اي حد هياخد هذا النظام يشتغل عليه وهيعدل فيه زي ما هو عاوز، مفيش اي مشاكل، بس لازم ايه، لازم لما ياخده يراعي ان هو ينزله، مش يراعي ده غصب عنه، يراعي ان هو ينزله زي ما هو فري، زي ما خده مجانا هيرجعه برضه ايه، مجانا، بس مهما كان عدل فيه، بس فقط هيبقى ليه كوبي رايت في الحاجات اللي هو عدل فيها. فايه اللي حصل بقى، الشباب هنا عندنا في مصر ربنا يبارك لهم اخدوا نظام تشغيل اسمه ديبيان، كانوا ممكن ياخدوا فيدورا، كانوا ممكن ياخدوا اوبونتو، كانوا ممكن ياخدوا سنتوس، كانوا ممكن ياخدوا اي بروجكت من ده، وبداوا ان هم يعدلوا فيه. هتقولي لا ده هم كده سرقوه يعني ولا عملوا ايه؟ لا، اقول لك لا، ما هم سرقوش ولا حاجه، ما احنا قلنا ان الجي بي ال دي بتقول ان هو لما الناس تاخده، يعني انا دلوقتي خدته من لينوس ده، قلت له هات يا لينوس انا هشتغل فيه شويه، اشتغلت فيه، بس لينوس قال لي خلي بالك لما تيجي تاخده يا باشمهندس هتنزله برضه ايه، فري، لو حد طلبه منك، ومن حقه ان هو ياخده ويعدل فيه. فاحنا قلنا مفيش مشاكل، فهم خدوا الديبيان، لينكس ايه، ديبيان، وبداوا يعدلوا فيه. في يا شباب عندنا حتى، بس يعني الناس اللي مش فاهمه برضه معانا في المجال قوي وعايزين بس يفهموا يعني ايه الاوبريتنج سيستم دوت، احنا عندنا الهاردوير بتاعنا، ماشي، عندنا الاوبريتنج سيستم صح اللي هو نظام التشغيل، عندنا اليوزر. طبعا اليوزر ما ينفعش يتعامل مع الهاردوير على طول، لازم يتعامل مع الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل بتاعك. انت ينفع تتعامل مع الجهاز بتاعك من غير ويندوز زي ما بيقولوا؟ يعني مش هينفع، صح كده؟ قال لك بتعمل ايه، بتحط ما بينه وسيط، الوسيط ده انت كيوزر بتفهم، بتعرف تتعامل معاه، وهو بيتعامل مع الايه، مع الهاردوير. الاوبريتنج سيستم يا شباب، نظام التشغيل بقى، اي نظام تشغيل ليه حاجه اسمها الكيرنل. الكيرنل ده يا شباب هو ده الكور بتاع الاوبريتنج سيستم، يعني الاصل بتاع نظام التشغيل. نظام التشغيل بيبقى مبني عليه الكيرنل ده، هو ده اللي بيتعامل مع مين، ها، مع الهاردوير، بيبقى جواه حاجه اسمها ميديولز كده، هو اللي بيتعامل مع الايه، مع الهاردوير. يبقى انت فعليا مش الاوبريتنج سيستم هو اللي بيتعامل مع الهاردوير، ده الكيرنل اللي هو الكور الاساس بتاع الاوبريتنج سيستم، هو ده اللي بيتفاعل مع ايه، مع الهاردوير، والاوبريتنج سيستم هو اللي بيديله التاسك بناء على ان اليوزر ايه، مديها له او استقبلها، فبالتالي بينتر اكتف معاه، تمام كده. فهم اخدوا الكيرنل ده عدلوا فيه بقى ال اس كيرنل خلاص، وطبعا وشغالين ما شاء الله، يعني بيديفلوب بشكل رهيب جدا، ربنا يبارك لهم. وخدوا طبعا من اسفينكس دوت، يعني ايه اسفينكس اللي هو ابو الهول، تمام، اللي هي صورة شكل ابو الهول، يعني هو اسمه كده.
فهم خدوه بقى وبدأوا عشان يبقى مظهر يعني. فطبعا بقى الانكريبشن فيه بقى ما شاء الله يعني، بقى المينيمم، ما المينيمم كي لينس، كي لينس يعني التشفير. زي مثلا ما نيجي نقول ايه، احنا عايزين نضرب وايرلس، في مثلا وايرلس في نوع من الويب وفي نوع مثلا من الويبا وويبا 2 وهكذا. فانا لما باجي اختارك الويب دي اسهل واحده، ليه؟ لان الكي لينس بتاعها بيبقى خفيف يعني قليل ماشي، فسهل ان انا اخترقها بسهوله. انما لما كل ما اللينس يبقى كبير، لا ده هنا كمان بيقول لك ايه المينيمم لينس، يعني السكيورتي فيه هيبقى اقل حاجه فيها 4000 وشويه يعني، نوع الانكريبشن يعني. وبيستخدموا حاجه اسمها الاكس او بلس بلس. خلاص كده الدنيا فيه بقت سهله. هنخش نشوف دلوقتي هنعمله انستليشن، مش بيحتاج هاردوير كتير يعني. يعني بنقول لك ايه، مش محتاج مثلا تجيب امكانيات عاليه، بنت يا مش عارف كام ولا الديوال كور مثلا، لا انت ممكن اجهزه بسيطه جدا تشتغل معاك على الاوبريتنج سيستم ده. تمام كده، بقى سريع فعلا يعني، ظبطوا الدنيا فيه بقى، اوبتمايز سمول ميموري فوت برينت اند سي بي يو يوسج، يعني اليو اس بي عندك بقى سريع حتى في حته الكاشنج والكلام ده. الدنيا بقت يعني، انتوا لو حد فيكم كان يشتغل مثلا على لينكس او هكذا او ويندوز ويخش يشوفوا هتلاقي ان الدنيا بقت سريعه جدا ما شاء الله يعني. تمام كده، طبعا يعني انا استفسرت في الموضوع دوت وافادوني ان ممكن ان النظام التشغيل مش هينزل فقط نظام تشغيل ككلاينت يعني، هينزل على الاجهزه بتاعت اليوزرز يشتغلوا عليها، لا ده كمان هينزل منه ان شاء الله نسخ للسيرفر يعني، حاجات تمانج بيها الايه سيرفر يعني، سيرفر يمانج مؤسسه. واحنا طبعا يعني الناس فيكم اللي فاهم لينكس عارف ان لينكس احسن من مايكروسوفت كتير جدا في يعني كستيبل يعني، الافيلابيلتي فيه قويه جدا، ان انت ممكن تعمله كسيرفر صعب او انت تخترقه، صعب ان انت توقعه، ان انت تهاك عليه، يعني صعب صعب جدا. الدنيا فيه كانت كوماند يعني، الناس يقول لك لينكس يعني كوماند، يعني اقعد اكتب بايدي كوماند عشان اعمل اي حاجه، لا ده لينكس دلوقتي يعني الجي يو اي فيه بقى جميله جدا، بقى زي ويندوز 8 دلوقتي يعني، في حاجات كويسه جدا وما زال بيطوروا طبعا، ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. بس انا الفكره عجباني في حاجه، ان الشباب خدوه وهيعملوه يعني، يعني بيعملوا دراسه كده على مصر، شوفوا مصر بتشتغل ازاي، المؤسسه الحكوميه بتشتغل ازاي، وبدل كل المؤسسه ما تروح تشتري الكلام ده، ما هو هيبقى اوبن سورس، هيبقى حاجه مجانيه، شويه ناس هتقعد تديفلوب الكلام ده، في يعملوا ديفلوب للانكربشن وديفلوب للكيرنل وديفلوب للكود ويحطوا فيه البرامج، يستعينوا فيه برامج طبعا صور يعني اوبن سورس. يعني ايه هو في برامج اوبن سورس كمان؟ مش انت قلت في اوبريتنج سيستم؟ اه طبعا، يعني مثلا الناس دي بتشتغل مثلا بالاكسل والوورد والكلام ده، الاوفيس يعني عموما مايكروسوفت اوفيس. طب احنا هنعمل ايه يعني؟ انت هتنزل لي نظام تشغيل، طب ما احنا كده هنضطر نشتري اوفيس من مايكروسوفت هنرجع لها. هقول لك لا مفيش الكلام ده، في لينكس بيعتمد على كل حاجه الاوبن سورس، كل حاجه كل حاجه. طب ايه هو في يعني مين اللي بيعمل حياتك بيعمل حاجات ويسيبها كده؟ في شركات كتير جدا يعني، مثلا انت عندك الاوفيس في بديل ليه حاجه اسمها اوبن اوفيس، ده موجود في لينكس من زمان اصلا. اوبن اوفيس ده يعني في كل حاجه، مش في فوتوشوب، بدل ما تجيب فوتوشوب في حاجات بديله ليه اوبن سورس مجانيه مش هندفع لها ولا مليم. فدي فكره الايه ها الاوبن سورس، فكل التولز اللي هم بيحطوها فيه حاليا وما زالوا بيعملوا ديفلوبمنت الكلام ده، بيشوفوا ايه الحاجات اللي ممكن تبقى مجانيه، ماسنجر مش عارف ايه حاجات مثلا، سكاي بي لو في نسخه اوبن سورس بيقوموا منزلينها لك، مثلا جوجل كروم، ممكن يبقى الفايرفوكس وهكذا. خلاص، فهم علوا فيه بقى ستيبل طبعا، ده لينكس بيزد لينكس طبعا، بالتعديلات اللي هم عملوها دي ما شاء الله الدنيا تبقى كويسه جدا، هيبقى بسيط جدا وهنخش نشوفه، هيبقى سريع وزي ما هنشوف كمان، وهيبقى سكيورد يعني السكيورتي فيها تبقى عالي. الهاردوير ريكويرمنت عشان تبدا تعمله انستليشن خلاص كده الاوبريتنج سيستم دوت، طبعا هو لسه النسخه في في في, في التجربه يعني، هينزلوا منها نسخه هي شبه نهائيه في شهر 3، طبعا لسه بيديفلوب الدنيا، فممكن لو حد دخل على الويب سايت او كده يحس ان الدنيا لسه عندهم ايه يعني ما اتظبطتش قوي. دي الويب سايت، ده البيج بتاعتي يا شباب، لو حد عنده اي استفسار يعني انا عيني ليكم. تمام كده، دي هنا دي الصفحه بتاعتهم. تمام يعني ما شاء الله يعني، لو تصفحنا البيج كده فينا بيعلنوا عن ايفنت يعني، الناس تفهم يعني ايه اوبن سورس اصلا، الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي ده، هيجيب لك قصه حياه الموضوع دوت ويشوفوا يعني.
بيتكلم عن ال اس اكس اللي هو الكيان اللي احنا بنتكلم عليه. يعني لقيت الناس تخش تقرا شويه، تثقف نفسها شويه بالمواضيع دي. هنا مثلا بيقول لك ايه، الجوجل كروم هيعتمد كمتصفح احتياطي، ماشي، اللي هو اللي لو بنتكلم عليها اللي هي الجي بي ال، تمام كده. طبعا بيسبوت اللغة العربية، ده طبيعي. مثلا أردنا تسجيل لو اعترضنا على موقف الحكومة المصرية، ده بيتكلم على موضوع اليوتيوب اللي اتقفل ده، مش عارف اتقفل ازاي بصراحة، هي يعني مش نصها ولا حاجة. بس خير طبعا. هنا بيقولك لو حد عنده مشكلة في حاجة، حد عنده مشكلة في تعريف معين كارت الشاشة، الكلام ده كنت بشوفه انا، يتفاعل مع الادمن وهو يعني على فكره انا مش تابع البيج، بس انا يعني كشخص متطوع عاوز يعني ادي هنت بسرعه كده عن الاوبريتنج سيستم دوت. تمام. هو يعني هو معروف ان هو هينزل ايه في اول 3 ان شاء الله، ان هيبدا ان هم ينزلوا نسخه تجريبيه كده، ناس تبدا تجربها وكده. تمام. هنا عندنا ال طبعا في جيمز، في كل حاجة، مفيش مشاكل يعني، الجيمز الموجودة اهي. تمام. او مثلا حد بيقولك لو انت عندك مشكلة في كارت الصوت، احنا لقينا مثلا بعض التعريفات. يعني مجموعة تيم كويس شغال بيأبديت الدنيا وبيديفلوبمنت وبيظبط الدنيا. تمام. هنا مثلا لو حد عاوز يعمله داونلود، ادي ايزو اوت بوينت، ده الانترفيس بتاعه. مش طبعا هنخش نعمله انستليشن دلوقتي وهنشوف الدنيا تبقى شكلها ايه. تمام. طيب احنا مبدئيا عاوزين نخش نعمل انستليشن. انت اول ما بتحط ال بس عاوزين لو دي بعض اللينكات موجودة عندنا، يعني الداونلود لينك موجود اهو، خلاص. بعض التعريف بتاع الخاص بالفيجا لو فيها مشاكل معاكو يعني. تمام. طيب انا الاول عاوز اتكلم على حاجة في لينكس يا شباب. الهارد ديسك بيبقى اسمه مسموش ديسك زيرو وديسك وان وكده، بيبقى اسمه اس دي، بيبقى اسمه ايه، اس دي او اتش دي، بس انسوا اتش دي دلوقتي، هو اسمه اس دي، ماشي كده. طب لو انا عندي ديسك 1 و2 و3 و4، ها هيبقى اسمه اس دي اي و اس دي بي و اس دي سي وهكذا. طيب نفترض ان انا عندي اس دي اي، لما يبقى عندي بارتيشن هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه البارتيشن اللي هو اس دي اي 1 او 2 او 3 او 4 او هكذا. ده في لينكس، الديزاين في لينكس بتاع البارتيشن بيبقى شكله كده، الهارد ديسك يعني بيتظبط كده. الهارد ديسك اسمه ايه؟ اس دي، ماشي، رقمه اي بي سي دي وهكذا. طيب البارتيشن سيبقى هو متقسم، البارتيشن تيبل من جوه متقسم ازاي؟ ها 1 و2 و3 وهكذا، ماشي. دي اول حاجه. في حاجه اسمها البارتيشن تيبل. البارتيشن تيبل يعني ايه؟ ها يعني الديسك بتاعي ده اهو، خلاص، متقسم كام بارتيشن، والبارتيشن ده عليه ايه، والبارتيشن ده عليه ايه، وهكذا. يعني تعريف البارتيشنز اللي موجوده جوه للديسك، للديسك وعلى الاوبريتنج سيستم بتاعك، ده اسمها ايه، البارتيشن تيبل. يعني في انت عندك كام بارتيشن، ده عليه ايه وده عليه ايه وده عليه سيستم ولا مش عليه سيستم ولا هكذا. في عندك حاجه اسمها الفايل سيستم. الفايل سيستم عندك حاجه مثلا في مايكروسوفت، عندك حاجه اسمها الايه، الان تي اف اس، عندك حاجه اسمها الفات، فات 16 وفات 32، عندك حاجه اسمها جديد اسمها الار اي اف اس، ده النظم بتاعت مايكروسوفت اللي ايه بتاعت الفايل سيستم، اللي هي الفورماتنج. يعني انت بتفرمت بيها، بتفرمت بيها البارتيشن عشان تبدا تشتغل عليه، سواء تحط داتا، هتنزل سيستم وهكذا. في لينكس في حاجه اسمها اي اكس تي 2 وفي اي اكس تي 3 وفي اي اكس تي 4. طب الجميل بقى يا شباب في لينكس، اصلا الجميل في لينكس ايه، ان لو انت قاعد على نظام تشغيل لينكس وفي عندك بارتيشن متفرمه بان تي اف اس او فات او ار اي اف اس، لينكس انما العكس لا. يعني انت لو قاعد في مايكروسوفت وعندك بارتيشن اصلا عليه سيستم لينكس، ما تنفعش تاكسس عليه ولا تشوف فيه ايه اصلا، مش تعرف. انما لينكس يقدر يعمل كده. لو انت لو عندك الحاجات بتاعتك، كنت شغال بويندوز وبعد كده حولت سفينكس مثلا، مفيش مشكله خالص، مفيش اي مشكله،
هتشوف الشغل بتاعك، لو عندك ملفات بي دي اف هتفتحها، لو عندك ملفات وورد اكسل داتابيز كل الكلام ده، عندك فوتوشوب هتشتغل ملفات الفوتوشوب يا شباب اللي انت مثلا شغال بيها هتاخدها، هتلاقي برنامج مثيل للفوتوشوب بالظبط تشتغل بيه، ملفات الاكسل هتشتغل. طب ايه بقى البارتيشن السواب ده؟ كمان السواب ده يا شباب في ده بارتيشن باختصار كده، انت مثلا الرامات بتاعتك ايه؟ الراندوم اكسس ميموري، ماشي. اللمة دي على حسب كل ما مساحتها بتزيد كل ما الجهاز بيقولك بيبقى سريع، صح؟ طب انا افترض ان هي دي المساحة بتاعتها مثلا 2 جيجا، المساحة اللي قدامنا دي. فانا فتح اول لما عملت شغلت الجهاز بتاعي يعني قومت نظام التشغيل، راح واخد مساحة قد دي، ورحت مثلا فتحت انترنت اكسبلور راح واخد لي مساحة قد دي مثلا، وجيت هشتغل ام بي 3 راح واخد لي مساحة قد دي، وجيت اشغل مثلا اكسل المفروض الاكسل ده عاوز مساحة قد دي، فاصبح انا عندي ايه؟ لص، عندي داتا مش مفيش مكان، مفيش مساحة فاضية في الميموري بتاعتي. فايه اللي هيحصل؟ اول ما تيجي تفتحها تلاقي الجهاز حصل له ضمب وهنج والدنيا وقفت فيه، صح كده؟ فبتعمل ايه؟ بتعمل ريستارت. ليه بعمل ريستارت؟ عشان افضي الرام دي، عشان دي اسمها راندوم اكسس ميموري، رامات عشوائية، رامة عشوائية، ذاكرة عشوائية. فأول ما تعمل ريستارت تبدأ دي كلها تفضى وتقوم جايلك فاضية من الأول، تبدأ بقى إيه ترود الأوبريتنج سيستم، وبعد كده تلود مش عارف اللي أنت عايز تفتحه بقى بعد كده. أنشأت أنت لو قفلت حاجة من دي، يعني مثلا قفلت إنترنت إكسبلور، إيه اللي يحصل؟ مساحتها دي تتشال تبقى فاضية. طيب إيه بقى السواب ده ماله يعني بالموضوع؟ قال لك السواب ده عبارة عن أنت بتاخد لي مساحة من الهارد ديسك بتاعك، مثلا هتاخد لي مثلا 4 جيجا، ماشي، من الهارد ريسك بتاعك. وظيفتها ايه؟ قال لك هل انت وانت مشغل الجهاز بتاعك فتح الثلاث حاجات دول في نفس الوقت، الاكسل والام بي سي والانترنت اكسبلور؟ اكيد لا، اكيد مثلا بتكتب على الاكسل بس انت فاتح النت وسايبه، او الام بي سي بتسمعها وسايبها او كده يعني، او خلصت بس الابلكيشن بتاعها مفتوح. فبيعمل ايه لو مثلا انت فاتح الثلاث حاجات دول والاكسل انت شغال عليه بس سايب ده دي اكتيفيت، يعني انت مش شغال عليه، بيقوم يتاخد المساحه بتاعته من هنا تترمي فين؟ في المساحه دي على الهارد ديسك كاوف لاين، بدل ما انت سايبه اوف لاين، ويفضلك مساحه هنا عشان تديك مساحه تفتح حاجات تانية. فبالتالي انت تقدر تفتح حاجات كتير ما تحسش ان الجهاز بتاعك تقيل، واول لما تيجي تفتحه تاني يقوم عامل ايه؟ يجيبه لك من الميموري دي كده، يحط لك في الرام تاني، وياخد حاجه بديله ليها يوديها لك فين؟ هناك. بيقول لك السواب ده يفضل يعني تعمله ضعف مساحه الرام، وفي ناس بتقول لك ضعف مساحه الرامات بتاعتك زائد 512، يعني انت عاملها 4 2 الرامات بتاعتك 2 تخليها 4، ماشي كده؟ طيب بص يا شباب بقى، الادمنستريتور جوه لينكس، الادمنستريتور جوه لينكس اسمه روت جزر، يعني الادمنستريتور اسمه ايه؟ روت. يعني لما اقول لك انت معاك روت، روت معاك يعني ايه معاك روت؟ يعني انت معاك الصلاحيات على كل حاجه على السيستم ده معناه، ماشي كده؟ دي مفاهيم. تعالى بقى نخش نعمل انستليشن ونشوف الكلام ده ايه هنعمله ازاي. هتحط الاسطوانه بتاعتك عادي، هيطلع لك كده قدامك ده الشكل الانترفيس بتاعه، بيقول لك انت عاوز تبوت من الهارد ديسك، يعني تبوت بس كده من الاسطوانه وتشتغل بيها من غير ما تنستول، هو ينفع؟ اه ينفع، خلاص. ولا تحب تنستول؟ انا هقول له ايه؟ انا عاوز انستول. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايزو لينكس، ها الفيرجن بتاعه على ايه؟ ديبيان، لو خدتوا بالكم منها من شويه. ده هنا بس بيبوت من السي دي عادي، يعني بيقوم لك الدنيا. طبعا ال احنا قلنا بالسي بي يو محتاج 500 ميجا هرتز، رامات قليل جدا 256، الهارد ريسك 9 جيجا، و1 جيجا سواب ريكومندد، يعني تقدر تقول 12 جيجا، يعني عشان تسطب السيستم بتاعك ويشتغل كويس، مش تسطبه بس، يعني مش دي بس المساحه انت عاوزها عشان تسطب، لا ده انت دي المساحه اللي ممكن تستخدمها عشان تشتغل كده. قام السيستم بتاعي تقول لي ده انت كده سطبت، اقول لك لا ده انا كده عملت بوت فقط، بيبدا بيلود بقى، يحس بكل حاجه موجوده عندك وخلاص قام اهو.
طبعا هو ايه النسخة دي تحت التجريب، يعني هما لسه بيطوروا فيها، وهيبقى فيها منها نسخة سيرفر كمان، ده جميل جدا يعني. كده السيستم بتاعك قام ماشي. بص الهوم عاملوه على شكل هرم، بيبوت ماشي، الساوند بتاعك مش مشاكل. انا بيقولك تحب يعني تخش انستول بقى وكده، ولا تحب تعمل ايه؟ دي طبعا الايه، في صوت لو واخدين بالكم، ماشي. ده الهوم بتاعك، وده البروفايل، الهوم بروفايل بتاع روت يعني. بص عاملينه ازاي، ده الكبير يعني بتاعهم كده يعني. دي النتورك الشير، اكنك بالظبط مفيش اختلاف خالص. هو ده اللي هو اليوزر بتاعك الادمنستريتور يعني، ودي الفايلز الخاصة بالسيستم. طبعا ده الناس بتاعت اللينكس اكتر تبقى فاهمة، ده كل فايل من ده بيتكلم في ايه، البوت والبن والايتسي والهوم والكلام ده. وده الهوم بتاعك، خلاص تقدر تحط الحاجة بتاعتك، تكريت الفايلات بتاعتك عادي، كريت نيو، عاوز ايه تكست، بص برزنتيشن، ايه برزنتيشن ده، ها اللي هو الباوربوينت ماشي. طيب طبعا زي ما انت عاوز بقى، شايفين الهلب معاك اهو، خلاص انت ايه اليوزر ماشي. بيقول لك تحب تنستو، ممكن بقى شباب بص من تحت كده، بص بقى مقسمهم لك، الويب براوزر تخش على النت من هنا، اذا اخش على النت من غير ما اسطب اه مفيش مشكلة. بيدخلك باي ديفولت على السايت بتاعهم، ممكن تبدأ تعمل داونلود ماشي. ممكن بقى تقوم داخل يوتيوب، انت حر بقى براحتك عادي، اعمل اللي انت عاوزه ماشي، زي ما انت عاوز مفيش مشاكل خالص ماشي، مفيش اي مشاكل. واخدين بالكم احنا ما سطبناش حاجه اصلا، احنا كلنا نزلنا السيستم. طب هو بيفهم عربي ولا لا؟ بيفهم عربي عادي مفيش مشاكل، الدنيا سهله خلاص. النت معاك كويس والدنيا حلوه. هنا ده لو واحد بقى ادمن شويه فاهم في لينكس، بيخش بقى بحاجه اسمها التيرمينال بقى، شاشه سودا كده، وبيبدا بقى هو ايه يتفاعل بقى. هي ممكن تبقى بيضه يعني، اهي ممكن تغير يعني ماشي. طبعا لو حد فاهم لينكس بقى بيبقى ايه، طبعا ده عربي بيعرف بيفهم يتعامل ازاي مع السيستم ده ماشي، وهكذا. ممكن يكايت مثلا فولدر، يعمل فايل زي ما هو عاوز ماشي، يعمل مثلا ls ده امر بيعرض مثلا الحاجة كده، بيعرض لك الفايل بتاعتك وهكذا. طبعا ده مش مهم اوي بالنسبة لنا دلوقتي. دي هنا السايكل بين يعني بتاعتك، لو انت مسحت حاجة والصوت شغال معانا. اولا انا مشارك من اول الثوره، انا ادم واحد هنا في الثوره ماشي. هنا ممكن تعمل زي ايه، زي شورت كات يعني، حاجه ليك على طول تخش ليها، الزوم ان الزوم اوت وهكذا. شورت كات سيتنج، حاجه معينه عاوز تطلعها بره تشتغل بيها تمام. لو جينا هنا تاني احنا ممكن نكنسل دي يعني، نقول له بعدين. بصوا السكاي بي موجود باي ديفولت اصلا، اوبن سورس طبعا، كل الابليكيشنز دي اجري وابدا تشتغل عليه عادي اهو. ابدا اعمل لوجن مفيش مشكله ماشي. ايه مثلا عندنا الاوفيس ماشي، عندك حاجه اسمها الاوبن اوفيس، هو ده البرنامج ده، بيبقى جواه كل حاجه، هخش اوريكم دلوقتي. السوفت وير سنتر، الحاجات اللي مسطبه عندك اوبن اوفيس ده، يفتح لك كل ملفات الاكسل وهكذا. الفي ال سي ميديا بلاير مثلا موجود، السوفت وير ابديت، سيستم مونيتورنج، تشوف السيستم بتاعك حالته ايه، كويسه في مشاكل كده.
هنا مثلا الابليكيشنز اللي موجودة عندك، الايديتور، برامج الايديتور مثلا، الجيمز، ماشي شايفين؟ ماشي شاب، كل حاجة موجودة. الكمبيوتر مثلا السيستم سيتنج هنا، خش عليها تظبط الدنيا. بص ده بيقولك انت عاوز ايه، اوبن اوفيس، ممكن اقول له سبريد شيت او برزنتيشن او فورمولا مثلا، معدات او داتابيز مثلا، اقول له سبريد شيت. بص طبعا انا مش مديله اماكن كتير، بس ايه بفتح حاجات كتير زي ما انتم شايفين، رغم ان هو مش متسطب. سيستم سيتنج ظبط الديسكتوب، شايفين اباوت مي، مين اليوزر، الريجونال اند لانجويج اوبشنز، ماشي سكرين سيفر مثلا، وهكذا. شايفين كل حاجة متاحة هنا موجودة معاك. وادي الاكسل بتاعك عادي، وحط المعدات بتاعتك، شايف شكله عامل ازاي، لذيذ جدا مفيش اي مشاكل. خلاص هو مثلا لو عملت كده قلت له انا عايز اسيف، او سيف فين مثلا، ماشي. بص ممكن تسيفه كمان بايه، لو انت هتاخده توديه لحد او انت عارف ان الحد ده ممكن يشتغل اكسل بتاع مايكروسوفت، ممكن يسيبه لك اكس ال اس، شايفين يو كان، كل ده متاح معاك مفيش مشاكل. وعلى نشاط هو بيقرا الاكس ال اس طبيعي لان هو بيسيفه، ماشي كده. السيستم ويت يقول لك حاله الجهاز بتاعك، شايفين ما الدنيا حلوه وستيبل، الميموري سواب عندك خلاص، شايفين دي الاسطوانه بتاعتك. بيبقى فيها طبعا بعض الباكجز اللي ممكن تعملها انستليشن بعد كده، ماشي تمام. باك جراوند بتاعتك سبلاش، حاجات انت استخدمتها قبل كده، ابلكيشنز زي ما انتوا شايفين، اسلاميك سوفت وير، يعني مفيش اجمل من كده بقى. ماشي تجيب الصورة اللي انت عاوزها مثلا، يمشي لوحده كده يعني، تكبر تصغر، مصحف موجود جوه الاوبريتنج سيستم، ماشي. اللون كوماند مثلا لو انت عاوز بقى تشتغل بالكوماند، يعني تجيب حاجة معينة مثلا، ماشي، تقول له مثلا يعني على حسب طبعا، ده شغل ادمنستريشن شويه، مش شغل الناس العاديه. يعني لو انت شخص عادي انت بتسمع الفيديو دوت، انت مش انت مطالب منك او انت قدامك الحاجات اللي انا بعملها دي، ما فيهاش اي حاجه خالص، ماشي مفيش اي حاجه في السيستم. السيستم جميل جدا خلاص. السيستم سيتنج زي ما انت عاوز. الفاير اول كونفيجريشن طبعا ده ايه، شغل ايه يعني ادفانسد شويه، تمام. طيب انا عاوز اعمل له انستليشن بقى، ها نو شكرا، طبعا شغل جامد. طيب هاجي هنا دبل كليك، هتقول له انا عاوز انستول، ماشي تقول له ماشي انا يس انا عاوز انستول اوكي. وانا بيقول لك يعني اوكومند تسيب 12 جيجا واللي سواب 1 جيجا وكده يعني اوكي. فبيقول لك انت هتسطب على ايه، بص هنا البارتيشن بيقول لك اسمه ايه، اس دي اي، انا مدي له 100 جيجا، عاوز تكنسل ها قول له ايه، اقف على دي وقول له خلاص، اقول له انا عاوزه اس دي اي، هشتغل على اس دي اي، قول له اوكي. اول حاجه بتعملها ده البارتيشن بتاعك، بس مش هتعرف تعمل اي حاجه خالص خلاص، الا لما تيجي تقول له ايه، ها من ديفايس فوق تقول له كرييت بارتيشن تيبل، موافق ابلاي ابلاي، وبعد كده تبدا تقول له انا عاوز اعمل نيو بقى. هو اللي للاسف الانستليشن في سفينكس غريب شويه، يعني ايه حتى الناس اللي اشتغلت لينكس يقول لك ايه هو يعني مش احترافي قوي، بس هم اكيد بيطوروا فيه يعني بيظبطوه، ماشي. عاوز مثلا تديله مساحة قد ايه، مثلا ممكن نقول له 30، ماشي كده
طيب ده البرايمري بارتيشن بتاعك خلاص، نوع الفورماتنج بتاعه هيبقى ايه؟ ممكن يبقى ان تي اف اس، ممكن يبقى لينكس سواب، ماشي. انا مثلا اقول له اكس تي 4 ده هيبقى ايه؟ هيبقى سلاش، ماشي خلاص كده. ده هيبقى الايه؟ البرايمري. مثلا ممكن تقول له ايه؟ انا عايز اعمل واحد تاني، عاوز مساحته قد ايه؟ مثلا 3، ماشي. ده مثلا خليه، هنخليه ايه؟ لينكس سواب اد، خلاص كده. تقول له ايه؟ ابلاي، فبيبدأ عادي بيفرمطهولك، هيبقى اسمه اس دي، خلاص كده زي الفل. هو خلص كل حاجة عندك، مفيش مشاكل، تمام كده. خلصت الدنيا بتاعتك وظبطت كل حاجة، ايه ابدأ اقفل دي. بص كل حاجة موجودة عندك اهو. عاوز تريسايز، انت اصلا ممكن تستخدم ده، ان انت ممكن تظبط البارتيشن بتاعك، يعني انت مش محتاج تعمل حاجة اصلا، تدلل التريسايز، تعمل اللي انت عاوزه. تقوم قافل ده كده، هيطلع لك دي بيقول لك احنا ايه؟ هنسطب على اس دي اي 2. الله، 2 ده ايه ده بقى؟ ده البارتيشن اللي انت عملته، انت عملت 2 بارتيشن، فهو هيسطب على 2، فاللي هو ايه؟ 30 جيجا، ماشي. فانا بقول له اوكي انا موافق، ماشي. و اس دي اس دي اي 1 دوت اللي هو اللي هيبقى فيه، يعني هو اتعملت 2، واحد منهم هيبقى سواب والتاني هيبقى ايه؟ ها هيبقى بارتيشن عادي. بيقول لك تحب تفرمته بايه؟ الاوبشن اللي جالنا من شويه، احنا ممكن نعديها عادي، كنا ممكن نعديها في الاول ونمشي معاه من هنا. اقول له مثلا احسن حاجه اي اكس تي 4، ماشي. فبيقول لك ايه الهوب بتاعك؟ ماشي، هنعمل لك حاجه اسمها سلاش هوم بارتيشن. فانا بقول له ماشي. الباسورد بتاعت الروت بقى ايه؟ اللي هو بتاعت الادمنستريتور يعني، ممكن تقول له اي حاجه. اوكي حطها له تاني. اوكي نيو يوزر، ممكن تعمل يوزر انت بقى ليك، ماشي، تدخل انت بيه. انا بس هعمل يوزر اسمه مؤمن. بليز انت نيو يوزر نيم، ماشي، مؤمن، باسورد المؤمن، ماشي. ادي الباسورد بتاعت مؤمن، هتحط الباسورد بتاعته ثانية. انت عملت باسورد للروت وعملت ايه؟ بيقول لك السيستم تحب تسميه ايه؟ مثلا ممكن تسميه سفينكس، مثلا مؤمن بي سي مثلا، اللي انت عاوزه. شيل ده وحط حاجه جديده، مفيش مشاكل. اوكي هيعمل لك حاجه اسمها الماستر بوت ريكورد تتعلم عليها. هو بص بصراحه يعني الانستليشن هنا يعني صعب شويه، في مش في لينكس يعني، هو النظام بيتظبط، ظبطوه على كده بس ان شاء الله يعني، ده نداء مني ليهم، يحاولوا يسهلوه على الاقل، يبقى زي سنتوس، يبقى زي ريد هات، هيبقى احسن كتير جدا بالنسبه لليوزر العادي يعني، تمام كده. بس يعني الناس لو مشيت معاهم الخطوات دي الدنيا سهله، يعني يختاروا مثلا ام بي ار ماستر بوت ريكورد دوت ويقولوا له اوكي ماشي. في سيستم كلوك بيتكلموا على الساعه يعني، فانا بقول له ماشي مفيش مشكله. اللغه بتاعتك القاهرة مثلا، على حسب انت طبعا موقعك فين. Please verify new user مؤمن will be created، هيعمل لك اليوزر دوت وفرمطنا الدنيا، انت موافق؟ يس. يقول لك هنعمل يوزر. هنا بيقول لك ايه؟ بيبدأ يظبط لك السواب وبيظبط لك الايه؟ هو يفرمط البار اس دي اي 1 و2 وكده، السواب طبعا التاني. زي ما انتم شايفين بدأ يعمل كوبينج ايه للفايل بقى، و ما فيش بالظبط يعني ربع ساعه بالكتير جدا لو انت جهازك حالته صعبه، او تلت ساعه هتلاقي السيستم عندك نزل ما فيش مشاكل. انت لو انت قاعد دلوقتي كده شغال، خش بقى على النت وعيش، اعمل اللي انت عاوزه، شغل جيمز وهو بيسطب ما فيش مشاكل، انت شغال ماشي كده. يعني في برنامج مثلا في برنامج اسمه ورا شارك مثلا، يعني من الناس بس تفهم ورا شارك ده، شباب ده برنامج اصلا يعني خاص بالسيستم اناليزنج، يعني ده بتوع الهاكينج اكتر بيستخدموا البرنامج ده. ده عشان برنامج يعني اوبن، فهم حطوه، وبرامج كتيره برضه موجوده يعني متاحه، ولسه على فكره يعني بيديفلوب الموضوع، بس هي كخطوه تشجيعيه الدنيا يعني كويس جدا، كويس جدا الخطوه اللي هم عملوها دي بصراحه يعني. واحسن من الحكومه تروح تدفع 40 مليون جنيه ولا دولار،
كتير جدا يعني. هتسيبه على كده انستليشن ويعمل هيعمل ريستارت وخلاص السيستم هيقوم لك زي ما انت شايفه كده. طبعا في حاجات ما بتشتغلش معاك في البوت يعني، انت دلوقتي ما ينفعش في حاجات تشتغل معاك خلاص يعني، كريال كونفيجريشن حاجات اساسيه بتعملها مثلا. بصوا الماسنجر اهو، بعد ما تنستول طبعا كل حاجه هتبقى متاحه، وطبعا لسه بيظبطوه الدنيا في واحده واحده ان شاء الله يعني. اتمنى تكونوا استفدتوا من الـ من ال السيشن البسيطة دي اللي بتعرفنا بس على نظام التشغيل دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.